طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب بنور وجهك يسلكون باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون. كورال كنيسة الشهيد العظيم ماري ماركوس الرسول بالسويد جاء يهنئ نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير وكل كهنتنا الموقرين وجميع شعبنا المكرمين بالصيام ونهضة أمنا العذراء مريم والدة الإله التي تكلم عنها القديس يوحنا الدمشقي وقال في بطنها سكن الغير المحوى ومن ثديها تغذى الذي يقود الخليقة كلها وركبتيها صارتا له عرش. ولذلك نقدم باقة من أجمل الترانيم الروحية مع بداية فقرنا اليوم ترنيمة كل شعوب الأرض بتهتف. يا عروسة يا أم الديان في
ودوبك يرفرف وحمام حواليك بيطير والناس شايفاك بعينيها. اشفعي فينا يا امي، علشان كده جاي وبقولك انا عايزك انتي يا عبره بالذات.
دكتور حماية وحسن منيع لأولادك يا عبرة وحسام، للي صلي وبيتشفع تيجي بسرعة تقولي معاك. رجاء يا أمي لكل الأمم، حمامة سلام لكل العالم، اسمك لحن جميل بنقوله، نغمة حلوة على لساننا. مريم عبرة بكر بتول، مريم مينا شفيعة على طول، مع ترنيمة ضيق يا منور. أنا بطلب بخشوع يا أمي صلوات.
عنكبوت العهد المطلي بدها بنتي صرت حجاب لإلهنا والمن العقلي شلتي لما بعت الباب مجاز ذهبي عشان شايلة رب الأكوان مريم ولا حد في مجدك قلبك مريم بيمان شلت الخبز الحي في حضنك الخبز اللي ادانا حياة انتي عطرة أم الكلمة المتجسد ابن الله باب الرحمة لأن الرحمة جه منك ويسع شفنا شريا للأبهرون ولاهوت وناسوت شلتي الفرع بقاله زور من غير حد ما يسيب انت الكرمة وابنك صخرة من غير زرع انت ولدتي يا اللي حملتي